السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين قناة وينز تك. في ناس كتير حابة إن هي تربط كاميرات الإس فيز مباشرة بتليفونها بدون إنها تستخدم راوتر أو أكسس بوينت. إن شاء الله النهاردة هنعرفكم الطريقة. الحاجة التانية، الكاميرا لازم تكون يا جديدة في أول استخدام ليها، يا إما إن احنا نرفع الكاميرا ونشوف لو في موديل تاني، إن احنا ندور على زرار ريسيت فين، نبدأ إن احنا نضغط ضغطة مطولة على زرار ريسيت وهي واصلة بالكهرباء لحد ما بتقول لنا إن تم استعادة الكاميرا بنجاح. في الحلقة ديت بعدها هنبدأ إن احنا ننفذ الخطوات اللي احنا هنعرفها لحضراتكم إن شاء الله النهاردة. الحاجة التانية، لو احنا مربوطين الكاميرا مربوطة على اكاونت معين، فاحنا ما نقلقش على اكاونت، هتفضل الكاميرا مربوطة عليه، لان احنا هنستخدم حاجة اسمها العرض المباشر عن طريق شبكة اللان. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم، بس يا ريت يعملش لايك للفيديو، ينزل يعمل لايك واشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا الحاجات دي كلها حاجات مطلوبة مننا في التعليقات، وبرضه عشان يبقى انتم عندكم خلفية كاملة عن الكاميرا. ويلا بينا نبدأ الطريقة. اهلا بكل مشاهدينا مرة تانية. دلوقتي لو احنا فاتحين الابلكيشن اس فيز والكاميرا كانت مربوطه باكونت زي ما حضراتكم شايفين، احنا اول حاجه هنفتح اعدادات الواي فاي، نبدا نبحث عن الشبكات المتصله. طبعا لازم نكون عملنا ريسيت للكاميرا الاول، استعاده للمصنع، بحيث ان احنا نربطها بشبكه واي فاي جديده. هنبص بعد كده هنلاقي في شبكه موجوده عندنا اسمها اس فيز ومدينا رقم السري الخاص بالكاميرا، فهنيجي نضغط عليها ضغطه، هيطلب مننا الرقم السري. طبعا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ده الرقم السري الخاص بكل كاميرا اس فيز موجوده. اول حاجه ان احنا هنفعل الشيفت، زرار الشيفت، ان احنا نخلي كل الحروف كابيتال زي ما هظهر قدام حضراتكم برده على الشاشه. ده الرقم السري هنخليها اس فيز، بعد كده اندرسكور. بعد كده بنبدا ان احنا نبص على الليبل اللي موجود على ظهر الكاميرا، الملصق الموجود على ظهر الكاميرا، بنلاقي موجود حاجه اسمها فيريفيكيشن كود زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشاشه. بنبدا ان احنا بعد كلمه اس فيز واندرسكور نبدا نكتب الفيريفيكيشن كود برضو حروف كابيتال كده. احنا كتبنا اس فيز واندرسكور وبعد كده الفيريفيكيشن كود الموجود على الملصق الموجود على ظهر الكاميرا. بعد كده نضغط اتصال. زي ما حضراتكم شايفين تم الاتصال بنجاح بالكاميرا ولا يوجد اتصال بالانترنت، فبيسالنا هنا ان الشبكه دي مش موجود فيها انترنت، فان احنا نريد الاستمرار في الاتصال، فنضغط نعم. تمام كده، بعد ما وصلنا على الكاميرا بنجاح هنبدا نفتح الابلكيشن بتاع اس فيز مره ثانيه. نقدر من خلال ان احنا لو فاتحين الاكونت بنضغط هنا على ايكون، وبعد كده بنختار الاعدادات عامه، ننزل تحت خالص في حاجه اسمها العرض المباشر لشبكه لان، بعد كده نضغط على كلمه بدء المسح الضوئي، بيظهر معانا اسم الكاميرا زي ما حضراتكم شايفين، بنضغط عليها كده. زي ما حضراتكم شايفين فتحت معانا الكاميرا بنجاح. طب لو احنا مش فاتحين اكونت ورابطين الكاميرا على اكونت، هنعمل رجوع، بعد كده نعمل تسجيل خروج للاكونت. زي ما حضراتكم شايفين دي الصفحه الرئيسيه للبرنامج، لو احنا لسه ما عملناش اكونت فبيظهر معانا بالشكل دوت. فبعد ما عملنا اتصال بالكاميرا على طريق شبكه الواي فاي زي ما حضراتكم شايفين، هنبدا نضغط على الايكون اللي على الشمال، نضغط عليها ضغطه بتفتح معانا نفس الخاصيه برضو. بعد كده نضغط على كلمه بدء المسح الضوئي، بنلاقي الكاميرا بتاعتنا موجوده، نضغط عليها ضغطه. في اوقات كتير قبل ما هيفتح معانا الكاميرا مباشره هيسالنا على رقم الفيريفيكيشن كود تاني، فاحنا بنبدا ندخله برده من على الملصق الموجود على ظهر الكاميرا زي ما هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نربط بالكاميرا مباشره بدون ربطها باكسس بوينت او راوتر ما بين تليفوننا وما بين الكاميرا. احنا بنتعب في الفيديوهات دي عشان نوصل المعلومه لحضراتكم، فيا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، وما تنسوش تشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.